السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الجبر أ لو إسباس أوكليديان. اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. ألوغ في الحصة الفايتة دخلنا في لا ديفينيسيون ديال لو إسباس أوكليديان، درنا واحد البروبريتي دو برودوي سكالير، واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد البروبوزيسيون، ثم غادي نشوفوا واحد تيوريم وهي لو إنيكاليتي دو كوشي. ألوغ ركز معايا. ألوغ نبداو بلا بروبوزيسيون سويفون. اللي ما شافش الحصص الفايتة يجي يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا. Pour toute x ou y appartient à Rn, yani x ou y deux vecteurs, on a dit que la norme de x plus y au carré, que c'est la norme de x au carré, plus de la produit scalaire de x, y, plus la norme de y au carré. C'est simplement. Nous allons démontrer. Alors, nous allons voir la norme, x pour n, ديال x plus y au carré اشنو كتساوي؟ غندير واحد الرابيل بسيط. حنا شنو قلنا؟ قلنا لا نورم دو x plus y ياك اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لوغاسين ديال اش؟ ديال لا برودوي سكالير ديال x plus y ياك x plus y. سي تري بيان. Alors, هادو اشنو كيساوي؟ دونك الى حنا عندنا او كاري، يعني هذا نضربوه او كاري وهذا او كاري، دونك اشنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا لا برودوي سكالير ديال اكس بلس واي، اكس بلس واي. سي تري بيان. حنا في الكل اشنو درنا؟ درنا لا نورم دو اكس، عقلتو لا نورم دو اكس كتساوي لنا لوغاسين ديال لا برودوي سكالير دو اكس، اكس نفسو صافي لا ميم شوز هنا، بلاص اكس هارو بلاص هنا بإكس بلس إيكغي، إكس بلس إيكغي برودوي سكالير ديال إكس بلس إيكغي، إكس بلس إيكغي صافي. سي تخي بيان. داكشي علاش قلت لكم ضروري أنك تكونو شتو الحصة الفايتة مزيان. ألوغ يعني أن هذا كيساوي لنا لا برودوي سكالير ديال أش ديال إكس بلس إيكغي، إكس بلس إيكغي. سي تخي بيان. ألوغ أشنو كتساوي؟ الوغ قلنا ان هذه توزيعيه نقدروا نوزعوها، يعني اكزومبل نعطيو اكزومبل من دوك لا بروبوزيسيون اللي درناها في الحصه الفايته. يعني قلنا اكزومبل الا كان عندنا اكس بلس واي زد بحال هكا، اذا بقيتوا عاقلين الحصه الفايته نقدروا نشروها اكس في زد، يعني لا برودوي سكالير اكس زد بلس لا برودوي سكالير واي زد، واي زد ياك هذه وديمونطرينا عليها في الحصه الفايته. لا ميم شوز هنا، نقدروا نشرو هادي في اكس ونشروها في واي، يعني غتولي عندنا اكس بلس واي اكس ياك بلس اكس بلس واي واي. حنا نشرنا نقدروا نزيدو نعاودو نشرو هادي ونزيدو نشرو هادي، يعني شحال كتساوي اكس مع اكس بلس واي مع اكس بلس لا برودوي سكالير اكس مع واي بلس واي مع واي. سي تري بيان. الوغ ركز معايا، اكس مع اكس شكون هي؟ كنعرفو ان لا نورم دو اكس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لوغاسين ديال لا برودوي سكالير اكس اكس. سي تري بيان. الى ضربنا هذا او كاري هذا او كاري غادي تمشي لنا لغاسين، دونك اكس اكس تساوي لنا لا نورم دو اكس او كاري. سي تري بيان. لا نورم دو اكس او كاري بلس الوغ هذا ما هذا نقدروا نجمعوهم، يعني تعطينا لان قلنا انها تبادليه، يعني ان لا برودوي سكالير ديال اكس واي فانه كيساوي لنا واي اكس، شي شفناه في البروبريتي فايتا. لا ميم شوز هنا نقدروا نبدلوها، يعني هذا تعطينا جوج واي اكس. سي تري بيان. ولا اكس واي راه بحال بحال، اشنو دايرين حنا في الكود؟ اكس واي حنا نديرو اكس واي صافي، اكس واي بلس الوغ واي يعني تعطينا لا نورم دو واي او كاري، او كاري. سي تري بيان. اشنو قلنا؟ قلنا لا نورم حيت ما يكون والو راه بحال قلتي كاينه جوج هنايا ماشي واحد صافي، هادشي شرحنا لتحت هنا لتحت ماشي الفوق، الفوق راه او كاري لتحت، عرفتني الكتابه ديالها واحد جوج درنا الى كانت فايته
بي الى فايتها جوج كي كتكتب اكسيتيرا شفنا في الحصه الفايته سي تري بيان. داكشي علاش قلت لكم ضروري انكم تشوفوا الحصص الفايته. الوغ كما كتشوفوا اننا حنا ديمونطرينا على لا بروبوزيسيون الاولى. نشوفوا لا بروبوزيسيون الثانيه نفس العباره غير هنايا اشنو عندنا؟ عندنا الموان في الراء عندنا الموان هاي يعني هنا البلوس نعوضوها بالموان ياك نقدروا نعوضوها بواحد الطريقه اخرى نديروا الموان اي ونديروا بلوس ونخدموا بالخاصيه هذه دي مونطري شي سامبل دونك موان هنايا دونك اون ديريكتومون نمحيو هادشي لان دي مونطري هاد الخاصيه دونك راه عندنا هاد الخاصيه سي بيان شنو كتساوي لنا كتساوي لنا لا نورم دو اكس او كاري زائد جوج لا برودويس كاري دو اكس واشنو عندك هنا موان ايغريك موان ايغريك ياك زائد لا نورم دو موان ايغريك او كاري دونك هاد الطريقة غتكون بسيطة يعني غتعطينا لا نورم دو اكس او كاري زائد اشنو قلنا تبع معايا قلنا الا كان عندنا واحد الفا ابارتيان ا ان ها هو مضروب في اكس اكزومبل ايغريك فانه كيساوي لنا كيساوينا نقدروا نخرجوا يعني الفا عامل على اكس ايغريك صافي وقلنا ان هذه حتى هي كتساوي لنا نقدروا نكتبوا على شكل اكس الفا ايغريك برودوي سكالير دونك هادشي شفناه في الحصه الفايته سي تري بيان لا ميم شوز هنا عندنا هذا هو ناقص واحد نقدروا نخرجوا هذه يولي ناقص هنا ناقص جوج لا برودوي سكالير دو اكس ايغريك زائد عندك هذا او كاري دونك الموان غادي يمشي سي سامبلومون لان او كاري ايغريك يعني تكون بوزيتيف سي تري بيان دونك هذه هي الخاصيه اللي عندنا هنا صافي حنا ديمونطرينا عليها الوغ نكملوا الكور ديالنا نشوفوا دابا لا بروبوزيسيون الثالثه شنو كتقول نحلوا هذا الشيء لا بروبوزيسيون الثالثه نديمونطريو عليها حتى هي الوغ لا برودوي سكالير دو اكس بلوس ايغريك ياك اي x moins y. Alors, ركز معايا. نقدروا نفرقوها كما الآن هذه نقدروا نفرقوها يعني تكتب على شكل x plus y x متفق معايا plus x plus y moins y متفق معايا دونك هذا الموان يقدر يخرج ما كاينش المشكل صافي ولا حنا نزيدو نشرو نزيدو حنا نشرو الوغ هادي في هادي يعني غتعطينا اكس مع اكس بلس ايغريك مع اكس بلس اكس مع هادي يعني اكس مع موان ايغريك و اكس مع هادي يعني ايغريك مع هادي يعني ايغريك مع موان ايغريك سي تري بيان قلنا الموان يقدر يخرج مكاينش المشكل دونك اشنو غتعطينا هاد الموان هادي الا درنا هنا يقدر يخرج يجي لهنايا وهذا الموان اللي جبنا لهنا يقدر يخرج يجي لهنا سي تري بيان الوغ شنو كنلاحظوا عندنا ان لا برودوي سكالير دو ايغريك اكس صافي انه كيساوي لنا لا برودوي سكالير دو ايغريك دو اكس ايغريك المقلوب ديال ايغريك يعني هذه كتساوي لنا هذه وعندنا الموان يعني نقدروا نختزلوا بيناتهم سي تري بيان اشنو غادي يبقى لنا غادي يبقى لنا اكس على اكس وهو لا نورم دو اكس او كاري متفق معايا ناقص ايغريك ايغريك يعني لا نورم دو ايغريك او كاري سي تري بيان هنا ديمونطرينا على الخاصيه الثانيه الخاصيه الرابعه اخر خاصيه ديمونطريو ليها وهي انه لا نورم دو اكس ايغريك الوغ نقدروا نبداو من هذه ونلقاو هذه صافي من الاحسن نبداو من هذه الكبيره ونلقاو هذه الصغيره بلا ما ندخلوا العناصر اكس 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 نبداو بهذه يعني شنو عندنا عندنا 1 على 4 الو عامل على لا نورم دو اكس بلس y او كاري ناقص لا نورم دو اكس موان y او كاري سي تري بيان الو كتساوي لنا الو اول حاجه نحسبوا هذا الدخل هذا عندنا الخاصيه ديالو ها هو نكتبوها هنايا يعني 1 على 4 عامل هذه هي هذه يعني لا نورم دو اكس او كاري زائد جوج البرودوي سكالير دو اكس ايغريك زائد لا نورم دو ايغريك او كاري
ناقص لا ميم شوز هادي ها هي هي هنا الناقص ما تنساوش يعني هادي نبدلو الاشاره نبدلوها اون ديكتون يعني ناقص لا نورم دو اكس او كاري ناقص مع الناقص يعني الزائد جوج لا برودوي سكالير دو اكس ايكغيك واخيرا موان علاش موان لان قلنا ننشرو الناقص الناقص مع الزائد هذاك يعني هذا يعطيك لا نورم دو اكغيك او كاري سي تري بيان الوغ دابا نحاولو نحسبو واش كاين شي حاجة اللي تانولا وي ها هي هذا ما هذا لا نورم دو اكس او كاري ناقص لا نورم دو اكس او كاري حتى هادي ها هي لا نورم دو ايكغيك او كاري ناقص لا نورم دو ايكغيك او كاري سي تري بيان هادي ما هادي تعطينا 4 يعني تعطيك 1 على 4 عامل هادي زائد هادي يعني 4 لا نورم دو اكس ايكغيك حنا لقينا برودوي سكالير دو اكس ايكغيك 4 غتمشي مع 4 دونك غتبقى لنا برودوي سكالير دو اكس ايكغيك سيمبلومون اللي كيساوي لنا الخاصية الرابعة سي تري بيان الوغ هاد الخاصيات هادو كنحتاجوهم في الكالكول اكسيتيرا دونك خاصكم ضبطو مزيان نمشيو دابا نكملو لا ديفينيسيون ديالنا الوغ ديفينيسيون هذا بسيط بزاف شفناه في الميكانيك دو بوا شي حاجة بسيطة بزاف شكون هي لا فيكتور اينيتير سي سامبلومون ان فيكتور في عندنا واحد لا فيكتور اكزومبل هذا سي ان فيكتور في ها هو هذا سي فيكتور في مزيان دو ار ان ايديت اونيتير لا حنا كنهضروا على اونيتير مزيان هذا اونيتير اونيتير دونك هاد في هذا اي اونيتير سي سولمون سي لا نورم ديالو الا حسبنا النورم ديالو اش خاصنا نلقاو كيساوي واحد صافي دونك حنا كنا كنقولوا اكزومبل عندنا واحد لا فيكتور هذا فيكتور نسميوه فيكتور ا بي اكزومبل صافي هذا سي ان فيكتور كيكون واحد لا فيكتور اونيتير كيكون هنايا صغير كنا كنقولوا لو اي في الميكانيك دو بوان كنا كنرمزو له او تيتا على حسب الزاوية او ار او في او زد او في اكسيتيرا اكسيتيرا هادو كاملين الا جينا نحسبو لا نورم ديالهم كنلقاو انهم متساويين هادو هما كيتسمى لو فيكتور اونيتير كاملين كيساويو لنا ان لو فيكتور اونيتير هما اللي كيكونوا ماشيين مع لا فيكتور ديالنا صافي بحال ا بي كيكون ماشي مع فيكتور ديالنا صافي سي تري بيان الوغ كنا كنقولوا ان نقدروا نلقاو لا غولاسيون ما بين ا بي ولا هو لو فيكتور الاصلي مع لا فيكتور اونيتير ديالو اي كنا كنقولوا ان ا بي لا فيكتور ا بي اش كيتساوي لنا كيساوي لنا لا نورم دو ا بي عقلتو سي تري بيان فوا اش فوا لا فيكتور اونيتير اي سي سامبلومون هاد الخاصية وهاد الخاصية هي اللي عندنا هنا سي سامبلومون التعريف الثاني سي في اي ان فيكتور كي كونت كيما كان دونك هادي نفترضو ان هادي هي في ان فيكتور ماشي هادي هادي اونيتير حنا كنهضرو على في هذا ماشي اونيتير كي كونت يعني كيما كان هاد لا فيكتور في وعندنا واحد الاونيتير وهاد اي هذا هو لا فيكتور اونيتير دونك دونك هذا هو في نكتبو هنايا وهذا هو لا نورم دو في صافي سي بيان يعني اش يعني لا فيكتور اونيتير هو اي كنعرفو هو اي شنو كيساوي لنا الا جبنا هذا كيساوي لنا لا فيكتور في مقسوم على لا نورم دو في سي سامبلومون داكشي قالنا فيكتور في على لا نورم دو في صافي ايه هنايا في هنايا كنا كنرمزو حنايا فيكتور في المات سي سامبلومون كنرمزو لها مكنديروش واحد الفلاش الفوق واحد المتجه حنا في الفيزيك ضروري انك دير متجه الفوق صافي سي تري بيان يعني انه لا فيكتور الاصلي على لا نورم ديالو شي سامبل صافي اي ان فيكتور اونيتير دو ار ان الوغ دونك هاد دو بروبريتي شي حاجه بسيطه بزاف وشفناها في الميكانيك دو بوان ماتيريال هي كنرجعو دابا صافي سي سامبل الوغ دابا نشوفو التيوريم وهي انيغاليتي دو كوشي اش كتقول لنا انيغاليتي دو كوشي حاجه بسيطه بزاف كتقول لنا بور توت x ou y appartient à R ou N, yani deux vecteurs, c'est très bien. Fait une le valeur absolue de x, y, yusawi la norme de x fois la norme de y. Mazien. Et n'ayant la machine tu sais. N'ayant asghar ou tu sais. Asghar ou tu sais. Oui, tu peux dire que tu sais. Donc asghar ou tu sais. Kaina yemkin anna tsawi. دونك نكتبو هنايا يعني لا نورم دونك هاد ليغاليتي اكس ايغريك
القيمة المطلقة ديال البرودوي سكالير دو اكس ايغريك اكزاكتومون كيساوي لنا لا نورم دو اكس فوا لا نورم دو ايغريك سي سولمون سي سي سولمون سي كان عندنا ان ها هي لو ايغاليتي يعني كتكون هنا الايغاليتي اي فيريفيي سي سولمون سي اكس ايغريك سون كولينير يعني اش يعني كولينير يعني ان اكس كيساوي لنا الفا في ايغريك صافي حيث ان الفا ابارتيان ا ار واش شفنا في الحصص اللي فاتت صافي يعني كولينير سي تري بيان الوغ فوقاش كتكون الايغاليتي صحيحه فوقاش كتكون عفوا لو ايغال يعني تساوي يعني هذه كتساوي هذه سي سولمون سي كانوا ملعون كانوا كولينير سي تري بيان اما الايغاليتي اون جينيرال فانها كتكون اصغر او تساوي دونك سي بيان اصغر او تساوي من la norme de x et fois la norme de y. C'est très bien. Alors, il y a l'inégalité de Cauchy. Nous on démontre. On démontre. Alors, on démontre. Alors, pour démontrer, pour tout, on a t appartient à R. On a, on a la norme la norme de x plus y, t نضربوها في y هي t y, في او كاري اس اتنا كنعرفو انه اكبر او يساوي زيرو صافي كنعرفو انه اس ات او كاري انه او كاري اكبر او يساوي زيرو سي تخي بيان نحاولو نشرو هادي اشنو هادي تعطينا حسب هاد البروبريتي هادي تعطينا x la norme de x او كاري زائد جوج la norme de x t y la produit scalaire de x t y plus la norme de t y cool ou si fait non à faire ça oui ça la technique que nous cherchons متفق معايا صافي لي بروبريتي اللي شفنا في الحصص اللي فاتتين هاد التي نقدروا نخرجوها يعني دو تي دونك هنايا عطينا لا برودوي سكالير دو اكس y plus هاد تي تقدر تخرج عطاتينا لا نورم دو y او كاري صافي مزيان اشنو قلنا هادي فانه اكبر ويساوي زيرو مزيان تبع معايا هاد تي هذا هو لو فاريابل نفترضوا عليه انه فاريابل ونجبدو دلتا صافي هادي عفوا هنا تي راه او كاري الا خرجت تولي تي او كاري صافي هنا عندنا تي او كاري وهنا تي يعني اش يعني الا جينا نحسبوا دلتا خاصنا ا و بي و سي سي بيان شكون هو ا هو اللي كيكون مضروب في تي او كاري يعني هو لا نورم دو ايغريك او كاري شكون هو بي هو اللي كيكون مضروب في تي هو جوج لا برودوي سكالير دو اكس ايغريك وشكون هو سي وهو اللي بقى لنا هنا يعني لا نورم دو اكس سي تري بيان او كاري دونك دلتا شنو كتساوي لنا كتساوي لنا بي اس اتنان يعني هادي بي اس اتنان يعني اربعة la norme de x, y, la produit scalaire de x, y, os itna, naqis, b os itna, naqis 4 as, 4, f a, ferra a, hiya hadi, la norme de y au carré, f c, hiya hadi. Mazien. Alors, bima anna, hada, مالو اي ان بوليمو دو دوغري دو اي ان بوليمو ها هي دوغري ديال جوج سي تري بيان الوغ وعدنا انه بوزيتيف يعني اكبر او يساوي صفر بوزيتيف هذا كيعني انه كيقبل الحل يعني تي كتقبل لينا حل او ما كتقبل لينا حتى حل ما يمكنش تقبل لينا جوج حلول يعني ان دلتا تكون نيجاتيف صافي سيغ ار حنا كنهضر لك سيغ ار صافي يعني ان 100% تكون دلتا مالها اكبر او اصغر او يساوي الصفر اما تعطينا حل واحد اما ما تعطينا حتى حل علاش لان هذه سي ان بوليروم دو دوغري دو اي بوزيتيف سي تري بيان هادي شفناها في الدرس ديال لي بوليروم حيت كتكون بوليروم و سيغ ار وكتكون دوغري ديالها 2 باش نحسبو دلتا ثم كتكون بوزيتيف هذا كيعني انها دلتا ديالها اللي حسبتيها تلقاه مالو نيجاتيف اكبر او يساوي الصفر يقدر يساوي لنا صفر يقدر يكون اصغر من يساوي الصفر دونك هذه مالها اصغر من يساوي الصفر نقدروا نعملو ب 4 هنايا دونك 4 عامل على لا برودوي سكالير دو اكس ايغريك او كاري ناقص 4 لا نورم دو ايغريك اس 2 على لا نورم دو اكس
اس اثنان مزيان ما هو اصغر من الصفر صافي. دونك 4 الى ضربناه في 1 على 4 وهنا في 1 على 4 دونك كتمشي لنا 4 نقدروا نختزلوها سي سامبلومون يعني تبقى لنا هذه دونك تبقى لنا لا نور لا برودو وي لا برودو سكالي دو اكس واي او كاري مزيان. هذا نجيبوها لهنايا هذه 4 عملنا بها هي راه عملنا بها هذه نقدروا ناقص نكملوا ناقص لا نورم دو واي او كاري فوا لا نورم دو اكس او كاري اصغر من زيرو صافي. علاش طرنا على 4 حاجه كي ضربنا في 1 على 4 هنا وفي 1 على 4 هنا مشات 1 على 4 بصفر راه صفر سي تري بيان. دونك هادي نجيبوها لهنايا يعني ان اكس واي مالو اصغر او يساوي او كاري اصغر هادي جبناها لهنا من لا نورم دو واي او كاري و اكس او كاري سي تري بيان. الوغ الى حيدنا الاو كاري هنايا وحيدنا الاو كاري هنايا دونك هذا كنعرفو ان لا نورم سي بوزيتيف كيكون بوزيتيف هنايا هذا واش يقدر يكون بوزيتيف دونك هنايا لا برودوي سكالير. الى حيدنا هنايا خاصنا نديرو ضروري القيمه المطلقه يعني الى حيدنا اكس باش تبقى هاد الايكاليتي صحيحه يعني الى درنا لا برودوي سكالير دو اكس واي او طرنا على او كاري هنايا هادي نقدروا نعملوها كامله او كاري ها هي وطرنا على او كاري هنا وطرنا على او كاري هنا هنا ضروري اننا نديرو القيمه المطلقه باش تكون بوزيتيف اصغر او يساوي مناش من لا نورم دو واي فوا لا نورم دو اكس صافي سي تري بيان. وشكون هي هادي؟ هادي هي لو ايكاليتي ديالنا سويفون ديال ايكاليتي دو كوشي دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي. بالنسبه لهادي لا ميم شوز غير حولناها للاسون سي بيان دونك هادي او كاري اكسيتيرا مضروبه اصغر او تساوي لاسون ديال اكس اي او كاري و ايكريك اي او كاري سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور بالنسبه لو اسباس اوكليديان.